هيدي الطابة الأولى 32، الطابة الثانية يلي رح تختار المكنة بتحمل رقم 10. الـ 28 الطابة الثالثة. اثنين وثلاثين، عشرة، 28، طابة الرابعة رقم 1، 1. طابة كتير مشكلين لهلأ. 37 الطابة الخامسة، والطابة السادسة للمرتبة الأولى بتحمل رقم 11، والطابة السابعة الإضافية اللي بتخولكم تربحوا الليلة المرتبة الثانية رقم 7، والليلة المرتبة الثانية حرزانة 200 مليون ليرة تقريبا. هيدا بما يختص المرتبة الثانية، وبالنسبة للمرتبة الأولى بذكركم 998 مليون ليرة. إن شاء الله يكون في عنا رابحين بالمراتب الأولى. قبل ما ننتقل أكيد لزيد ونشوف شو هو الرقم يلي رح بيربح الناس اليوم في حال صابوا مثل ما هو 32 مليون ليرة. إلى ما كانت زيد. صفر، تسعة عن جديد، يا هنشوف إذا صفر، لا سبعة، والطابة الأولى اثنين، يعني الرقم صار قدامكم على الشاشة 27909، هيدا رقم زيد، وأكيد إذا صبتوا هيدا الرقم ب 1000 ليرة فيكم تربحوا 32 مليون ليرة. نحن رح ناخذ بريك صغير، من بعدها بنرجع لكم أكيد معنا كل النتائج لنشوف إذا في عنا رابحين بالمراتب الأولى. أهم شيء لاقونا. Believe all vodka is the same as Russian standard, with soft glacial water, finest Russian winter wheat, cutting-edge technology, with the minds of Russia's most brilliant scientists and the approval of the Tsar, we create the unique Russian standard vodka, incredibly soft, pure and delicious. This is vodka as it should be. بالنهار بيكونوا ولادي معرضين للبكتيريا بكل شي بيدقنوا، بس ما بخاف عليهم لأن هايجين دايما مرافقهم. حتى نحنا ما منعرف الجراثيم وين بتكون نطرتنا، من هيك خلو هايجين دايماً معلق معكن، لأن هايجين بتركيبته المتطورة وعطوره المنعشي بيقضي بثواني على كل الجراثيم وبيحميكن منها لمدة أطول. هايجين، اهتمام تمام. بتصرف أكتر ما بتقبض؟ معاشك بيتبخر مدري كيف؟ حاسس حالك مثل الأطرش بالزفة بعالم الأرقام والمصاري؟ الحل؟ تابع برنامج فكر مالياً من بنك بيبلوس، اللي بيقدم لك معلومات وإرشادات لتدير أمورك المالية والمصرفية بشكل أحسن يومياً بعد الأخبار. ثلاث ثواني لتغطية كاملة للجذور، 3، 2، 1، اختفوا. جديد ماجيك ريتوتش، أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. أدوار الدراما ليها فضل كبير في نجاحي، والدراما يعني دنيا ضلمة. كات! بس في الحقيقة أنا مش كده خالص، بحب الحياة وبعشق الألوان، وده بيبان من لبسي. في الأول كنت مضطرة أختار، يا إما أشيل البقع الصعبة يا إما أحافظ على رونق هدومي، لكن مع أريال باور جل مش محتاجة تنازل،
مظهري جزء من نجاح. هاشتاج مفيش تنازل. أفضل جيل بلبنان لإزالة البقع. كيف بتقيسي قوة شعرك؟ اربطيه وشوفي كثافته على طوله. واحدة تركيبة بنتين بالبرو فيتامين تدخل لعم الشعر، بتقويه وبتزيد كثافته من جذوره لأطرافه. ما في أقوى من شعر بنتين، لأن القوة جمال. مع قوالب بيكون الجديدة تكبر سفرتك. الأيام الصعبة شوف حلوة زهرية، لأنهي فرصة ضيع حالي فيها. أولويز بإحساس نعومة القطن، سطحة الناعم والكريم المرطب بتقدم لك حماية مرتين أنعم. مع أولويز الزهرية، أيامنا حلوة زهرية، نعومتها زهرية. لما نقول كبة ببيروت الكبة الأرنبية بتعيط لك. ليش هالكبة صغرتاوي بيلحقوها من آخر الدنيا. حلو عربي لحل بيشك مية عصيدة بس على طرابلس سوق حواصلي. وسمك معروف السمك يعني جبال من الشبك على الطاولة، هيك بناكل السمك بصور. بالأكل لكل منطقة طريقتها، بس بإزالة الدهون كلهم عندهم فاري. فاري 45 سنة بإزالة الدهون، تدوم وتدوم وتدوم. حلاقة نعمل كل اللي بينتبه لها إلا جايبتك. جيلات بالشفرات الثلاثة قيمة ما في مثلها، بتعطيك 7 حلاقات نعمة. جرب جيلات بلو سيمبل 3 الجديدة. جيلات ما يستحقه الرجال. كيف بتقيسي قوة شعرك؟ اربطيه وشوفي كثافته على طوله. واحدة تركيبة بنتين بالبرو فيتامين يلي بتدخل لعم الشعر، بتقويه وبتزيد كثافته من جذوره لأطرافه. ما في أقوى من شعر بنتين. بنتين، لأن القوة جمال. شاكيرا بتقدم كريست، كل حلوة عندها سر لجمالها، وسر شاكيرا هو ابتسامتها البيضاء. كريست بياض 3D التبييض المثالي الجديد لابتسامة أقوى وأكثر بياض، بيزيل حتى 100% من البقع السطحية بثلاث أيام بس. كوني محط الأنظار مع ابتسامة أقوى وبيضاء أكثر مع كريست بياض 3D. بعد استعمال معجون كريست بياض 3D، استعملي مسرع التبييض لتحافظي على ابتسامة ساحرة طول النهار. جربيهم سوا ضمن مجموعة التبييض المثالي. شكلي طالع من الدجاجة المنتوفة وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شي تعيريني كسوسو. ما بلش هالعرس؟ فيه وبلا يتجوزوا. ريحة بونكس الجديد ما قلك قلب تتركيها، لأنه بيعطيك نظافة، ريحة بتضاين 3 مرات أكتر وبسعر أوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. بونكس بابا ريحة توفي. بالآخر ليل واحد بياكل قشقوان لأنه أطيب جبنة. رونا أطيب قشقوان. There is a force so powerful, a force that calls you to find your passion. Answer the call and it will light the way. The same force that led one man to defy all conventions and create the finest whiskey blend by using sherry casks. Pour a glass of the famous Grouse and discover the reason behind its distinctive smooth taste. The famous Grouse, famous for a reason.
رجعنا معكم لنتابع اللوتو لليلة. بذكركم برقم السحب 1561. قبل ما نشوف التابلو ونشوف إذا في عنا رابحين بالمراتب الأولى والثانية، أهم شيء بدنا نتأكد من أرقام الطابات مع مدام سلم. مدام سلم إليك. مرسي. صاحب لوتو رقم 1561 لليوم الثانين 13/11/2017. الطابات الستة الأساسية 32 10 28 1 37 11، والطابة السابعة الإضافية 7. طيب عادة الناس تعتبر رقم 7 هو رقم نصر بيتفائلوا فيه. خلينا نشوف إذا في حدا انتصر الليلة معنا وربح المليار تقريبا، يعني إلا مليونين ليرة. نشوف التابلو. للأسف مرتبة أولى ما حدا صابها، يعني ما حدا قدر صاب الست أرقام الأساسية لحتى يربح الجائزة الكبيرة. بالنسبة للمرتبة الثانية بنقول ألف مبروك، في عنا شبكة وحدة بتربح حوالي 228 مليون ليرة. المرتبة الثالثة 14 شبكة بيربحوا حوالي 3,700,000 ليرة. المرتبة الرابعة 819 شبكة بيربحوا 63,000 ليرة. والمرتبة الخامسة 14,245 شبكة رح يربحوا 8,000 ليرة. ألف مبروك لأكل يلي ربحوا معنا بسحب الليلة، مبينين كتار. من وين نربحت المرتبة الثانية لنقول له ألف مبروك؟ SMS؟ على 10/20 يعني؟ لا مش أنا اليوم بيعبي شبكة. طيب إذا على SMS ما فينا نعرف رقم تليفونه لهذا الشخص، نتصل فيه إذا شيء؟ لا. أوكي. طيب ألف مبروك للشخص اللي ربح معنا المرتبة الثانية بسحب الليلة باللوتو. خلينا نشوف إذا بيزيد، رح منقول كمان ألف مبروك لحدا، ولكن قبل بدنا نتأكد من أرقام الطابات مع مدام سلمى عن جديد. تفضلي. صاحب زيد رقم 1561 تاريخ 13/11/2017. الرقم الرابح 27,909. إذن هذا هو الرقم الرابح لسحب الليلة بيزيد. خلينا نشوف التابلو إذا في عنا حدا رابح مرتبة أولى. أهم شيء مرتبة أولى. شو بتقول؟ شو بيقول التابلو؟ للأسف ما حدا ربح المرتبة الأولى، ما حدا قدر صاب هذا الرقم ليربح 32 مليون ليرة. إنما الورقة أو الأوراق يلي بينتهوا برقم 7-9-0-9-9 رح يربحوا 450,000 ليرة. الأوراق يلي بينتهوا برقم 0-9-0-9 رح يربحوا 45,000 ليرة. والورقة أو الأوراق يلي بينتهوا ب 0-9 رح يربحوا 4,000 ليرة. صاحب الجاي مدام سلم. نعم. اوكي. مرتبة أولى باللوتو قد ايه؟ بتكون بالمليار و150 تقريبا. مليار و150. مليار و150. حلوين. مرتبة ثانية هي اليوم حلوة المرتبة الثانية بس انربحت. مشان هيك بكون عندنا تراكم، يعني بتكون أكيد الجايزة فوق ال 100 مليون. فوق ال 100 مليون، زيد اليوم كانت 32 مليون، مرتبة الجاي قد ايه؟ فوق ال 50 مليون إن الله راضي. اوكي، يعني الجايزة شو بتكون؟ بتزيدوا عليها 25 مليون ليرة؟ لا، حسب المبيعات زينة. اوكي، دائما بسألك بشو بتسكريني بالمبيعات. يعني لازم تلعبوا لوتو لحتى تقدر أول شيء تعلى الجايزة، تعلوا فرصكم بالربح، وما بتعرفوا أي نهار بتربحوا معنا، بتكونوا انتم الرابحين، نذكر اساميكم بالحلقه، ما بتعرفوا اي نهار الحظ بيلعب معكم. خليني اقول انه فيكم تلعبوا لوتو مثل ما معودين بمراكز ليبانيز دي جو يلي موجودين بكافه الاراضي والمناطق اللبنانيه. كمان فيكم تلعبوا على ال 10 20 مثل ما اليوم انربحت المرتبه الثانيه. ال 10 20 يعني بتبعتوا ارقامكم المفضله بيناتها في سبيس، او تطلبوا انه الكمبيوتر هو يختاركم ارقامكم من خلال الكيو بي كمان على ال 10 20. فيكم كمان هلا صار اهين عليكم تصيروا مليارديريه مع ليبانيز دي جو اكيد اذا نزلتوا ابلكيشن ال ال دي جي، ان كان من خلال الاب ستور او الجوجل بلاي، وطبعا فيها مميزات كثيره، فيكم تلعبوا لوتو زيد ويوميه. وفي طريقه رابعه كمان من خلال الويب سايت ال ال دي جي، فيكم تفوتوا تلعبوا ارقامكم المفضله، تسيفوهم، تختاروا كيو بي الى اخره. يعني ما بتعرفوا اي نهار بتكونوا انتم معنا مليارديريه باللوتو اللبناني، وبهالايام ما في غير لوتو بيربح الجوائز كثيره وطبعا بفش الخلق. نحن رح نشوفكم انا ومدام سالم بعد شوي بفرصه ربح جديده اللي هي اليوميه، ونقلا راد باللوتو نهار الخميس المقبل. باي باي.
بالحلقة الثالثة للتغطية الخاصة لمؤتمر الطاقة الاغترابية بلاس فيغاس نيفادا. أكثر من 600